تقدير الكيك، كيكة الشوكولاتة محتاجة كوبايتين من الدقيق، عايزة كمان 3/4 كوب من الزيت على الزبدة، كوباية سكر، كوباية حليب و3 بيضات، معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام وربع كوباية مية مغلية. للوجه بنحط شوكولاته بالحليب متكسره، لو عايزين تشيلوا الخطوه دي ان انتوا ما تحطوش فيها كده شوكولاته مثلا خام او شوكولاته قطع خلاص شلوها. للتغليف عندي شوكولاته بالحليب سايله معاها شوكولاته مبشوره، وعندي كمان نص لتر من الحليب وفارماسال شوكولاته اللي هي بتاعه التزيين. الكيك بتاعتنا هنحط كل حاجتنا اللي احنا قلناها في الخلاط. ادي البيض وادي الزبده وادي السكر. كيكه الشوكولاته مش مستاهله خالص ان احنا نفكر كتير واحنا بنحط الحاجات على بعضها، كل حاجه مع بعضها على بعضها. انا بس بحب اضرب الاول الكلام ده ضربه وبعدين انزل بالدقيق والبيكنج باودر والميه طبعا. هننزل الدقيق والكاكاو، ثانية واحدة ها، اوكي، مع الكاكاو بالشكل ده مع المية المغلية. يلا بينا. ممكن تزودوا كمان معلقة خل بتبقى حلوة قوي. واضربي. نبص بصة كده نشوف القوام أخباره إيه ومحتاجة تتقلب ولا لأ، ونشيل المكرونة من على النار عشان ما يبقاش فيه أي بس تكتلات في الجناب. القوام تمام جدا، مش محتاج يخف ولا يتقل ولا يحصل له أي حاجة، يعني مش محتاج مية زيادة. هديله بس ضربة كمان وبعدين أحطه في القالب. بيكون أصغر من ده عشان القالب ده كده كبير بزياده، فهتطلع رفيعه. احنا مش عايزينها تطلع رفيعه كده، ف مش عارفه ليه محطوط لي قالب كبير قوي كده. يعني ايه؟ اه بالظبط، احنا عملنا زي اللي قالت المشكله بتاعتها بالظبط. اه اهي بصي، احنا عملنا زيك بالظبط، احنا عملناها في قالب كبير قوي فهتطلع رفيعه قوي، فبالتالي ده مش الطف حاجه خالص. مقادير الكيك دي مقادير لصينيه مقاسها 26، ده بالنسبه لي كبير جدا. بعدين هنعمل كده نحط لها مكعبات الشوكولاته، لو عايزين الخطوه دي اوكي، مش عايزينها مفيش مشكله خالص من وجودها يعني. وهتدخل على فرن متسخن من قبل كده ونعملها معامله الكيك العاديه خالص، تقعد حوالي 35 دقيقة وتطلع من الفرن تبرد تماما وتتقطع مربعات ونبتدي نشتغل فيها. هنشتغل فيها ازاي؟ يعني هنعمل ايه؟ بعد ما بتطلع من الفرن وبنقطعها الى مربعات زي ما احنا شايفين كده، بنعمل لها خليط تسقية. خليط التسقية بيبقى عبارة عن ايه؟ لبن دافي شوية، وهي بردت دافي شوية. اللبن ده ممكن نسكره، ممكن نحط له شوكولاته قابله للدهن او شوكولاته خام او شوكولاته بالحليب زي ما احنا شايفين كده، وتكون الشوكولاته سايحه عشان اعرف ادوب الاثنين مع بعض. حد هيقول لي طب لو عندي كاكاو ينفع احط كاكاو؟ هقول لها طبعا. حد تاني هيقول لي طب ينفع ازود حبه كريمه؟ اقول لها اوكي. لكن انا عملتها بالبيسك بالاساسي، شوكولاته ولبن.
بس، والشوكولاتة عندي مسكرة فتمام مش هحط سكر تاني، وهستكفى كده سكر كفاية قوي. بعد كده هكون مقطعة كمان، عايزة اقطع الفويل لو حابين، يعني لقطة الفويل دي، بس هو الترند كده فانا عشان كده بقلدهم. يعني باخد الشوكولاتة اللي هي الفارماسال كده، عايزة احطها في الطبق ده، معلش هتكون اسهل لي واحسن لي. كده الطف كتير. هقوم عاملة ايه، مغطسة الكيك كده في الشوكولاتة باللبن، وهي ما تشربش قوي عشان ما تدوبش قوي، وبعدين اقوم بعد ما تشربت اقوم حطها كده كده كده، حط عليها الشوكولاتة بالشكل ده من كل جنب كده اهو. طبعا التانية الترند بتبقى بجوز الهند وبتبقى بالفانيليا، انا قلت ايه اعملها لكم كده، ممكن تحبوها اكتر بما انكم بتحبوا الحاجات اللي بالشوكولاته وبتسأل عليها كتير. وهكذا ادي الشوكولاته اللي دايبه في اللبن، وادي الصوص، ومن ايه ما نسقيهاش قوي، هي يا دوب كده، وهي لما هتقعد هتبقى جميله وتحفه وكل حاجه. نعمل كده وبعدين نمسكها بقى بالورق الفويل كل قطعه كده، ونسيبها القطعة تبقى باينة يعني منها حتة كده تبقى باينة من الطرف يعني. طبعا هي لذيذة، طعمها حلو، الكيكة نفسها حلوة، تحسوا انتوا بتاكلوا حتة جاتو جميلة يعني. فايه تعالوا بقى نجيب الفويل كده، عايزة امسح ايدي ومش هينفع اقلع الجلوفز والدنيا صعبة قوي بالشوكولاتة. ناخد الحته بتاعه الكيك من هنا كده، ونقفل كده، ونقفل عليها بالفويل كده، نقفل نقفل نطلع كده اهو. ناخدها وهي ممسوكه كده بقى، نحطها في ايه، في شوكولاته تاني بالشكل ده، فتطلع لذيذه قوي. تعال نحطها هنا. يلا اللي بعده بالراحة عليها عشان هي مش مستحملة. نعم عشان عشان هي دايبة شوية فبيمسكوها كده بيها، يعني احيانا كده بتبقى مش ماسكة نفسها مع التسقية يعني. يلا بينا. وبس كده ادي الكيك، لذيذة جدا ولطيفة وطرية كده ومتسقسقة، لا حلوة يعني، تقدروا تجربوها هتعجبكم.